اوف بعيد عني. والله شكلك مأمل عن جد، روح من وشي. لك شايفني انا اللي رح موت لحتى امشي جنبك يا اهبال؟ شوف شو عم ساوي بيوم عطلتي. لك يلعن هالحظ. لهالدرجة بتنزعج اذا ما رحت على السوبر ماركت؟ ايه وين الغلط؟ اي معك حق، معك حق انك تحب الشغل. الك عين تعلق علي؟ مهجة انا بعلمك، اذا بتحبي درسك رياضيات، لا تاكلي هم، انا مستعد درسك كل شيء. ايه بلا سالي خلصنا. هلا عن جد شو في بينك وبين مهجة بالضبط؟ انا عن جد مو فهمان شيء. نحن بلشنا حبيبين وقراب كتير، وبعدين رجعنا رفقات كأنه في شيء تغير. ما عم بفهم، ما بعرف هالبنت كيف بتفكر. خلص انت لا تاكل هم، اكيد رح يجي يوم وتفهم كل الموضوع. تولاي خليها عندك شوي. مين هاي البنت؟ خليها عندك بس ساعة. ايه بس يا لميسة، وين امي جاية؟ دبري حالك تولاي. انتبهوا يا اهل الحارة، في بنت صغيرة ضايعة عمرها 3 سنين، شعرها اشقر ولابسة قطان زهري. يلي بيلاقيها لهي البنت او بيشوفها يا ريت يوصلها لأقرب مقفر. لميس. عفوا اخي ما بطول عليك شوي وجاي. مرحبا. أهلين جميل، خير؟ شو ما وصلك خبر؟ وصلتنا أخبارية إنه خطفوا بنت صغيرة من عنا من الحارة وعم ندور عليها. لا شو هالحكي؟ بس راح تلاقوها إن شاء الله. أكيد منلاقيها. يعني معقول نخلي حدا يخطف بنت من حارتنا ونحنا موجودين؟ طيب موفقين لك. استني لميس، ليش ما اجيتي على العشاء مبارح؟ امي نطرتك كتير. يلا يا جميل. يلا يلا جاي دقيقة بس. طيب روح شوف شغلك ومنحكي بعدين. طيب لك انا بشوفك. هاي بنت العم فكري؟ البنت اللي اجت معك وقت حفلة الشرطة؟ هي يا أخي، هي بذاتها. ومين هاد الشاب اللي كان معه؟ واحد من قرايبينا. والله يا بدر أنا ما كان بدي عطلك عن شغلك. شو هاد اللي عم تحكي؟ معقول اتركه؟ طيب شو رح تعمل إذا طلع الزبون هلأ وبده السيارة تبعه؟ بيحكوا مع الشباب المسؤولين عن صف السيارات. لا تاكلها، شغلة بسيطة. أي ماشي. بس في عندي سؤال عن هذا الشرطي، شو كان اسمه؟ جميل. إيه شو كان بده؟ شو بده يعني؟ عم يخبرني إنه بنت انخطفت، إن شاء الله ينحل الموضوع فورا. وإنت شو قلتي له؟ بصراحة ما عرفت شو بدي أقله، إن شاء الله تنحل على خير. قلتك هالفستان ممكن نلاقي منه؟ معقول ما لاقي منه؟ خلص إنت اطمني. خلاص بقى أنا رح ضل معك لحتى نلاقي حل. ماشي، المهم أنت تضلك رايقة. اتفقنا. أنا وقعت بمصيبة كبيرة. يا الله شو ساوي؟ مو قلت لي إنه كل شي موجود عندهم هنيك؟ معقول ما لقينا حتى قطعة واحدة؟ أكيد رح ننفضح الشغلة ورح يعرفوا إن لاسي اللي خطفت لك. خلص يا لميس روقي، كل شي رح ينحل، ما رح نرجع لحتى نلاقي مثله. نحن وين بدنا نلاقي محل تاني؟ صرنا ساعة عم ندور. لازم نفكر بشي حل مشان ما يكتشفوا إنه لاس خطفت. ما رح يصير هيك شي. خلص بقى هدي شوي. شوفي هذا مو محل أطفال. Thank you.
تولاي ولاد فكري خلصوا كل شيء بالحمام، ما خلوا لا شامبو ولا صابون. هالولاد ممنوع يفوتوا لهون مرة تانية. عم تسمعي شو عم بحكي؟ بدهم يلتزموا حدودهم كجيران، ماشي؟ وبعدين مع هالحالة إذا جيراننا بينهبونا. مين هاي؟ شو هالسؤال؟ بالله جاد؟ هاي البنت من وين اجت؟ لميس جابتها. لميس؟ معقولة تكون بنته لفكري؟ ها، بيكون فكري متعرف له على شي وحدة وجايبة منها. كم ولد صار عنده؟ شو بيعرفني حبيبي؟ لك تولاي انت كيف؟ كيف بتفوتي على بيتنا ولاد ما بتعرفي مين بيكونوا يا تولاي؟ ها؟ اجت لك... امي. يا الله اجت امي. البيت منكوت وما لحق الضبط. اعطيني اعطيني هاتي هاتي شو؟ يا ربي تعالي. امي حبيبتي اهلا وسهلا. العالم ما بترحب على الباب، فوتي لجوا. مين هي؟ ان شاء الله يمشي حاله. يعني انا ما بفهم بهالمواضيع، بس مو نفس الايام. ايه بلا. بدر وقف شوي. دير بالك عليه، مو ناقصنا يصير له شيء هلا. ايه شو عم تعملوا؟ لوين رايحين؟ طلعوا رايحين على البيت. ليكي لميس، اشترينا سخان مي بسعر كتير رخيص. انسى السخان هلا، حطوه بصندوق السياره وطلعوا يلا. خير، شو الموضوع؟ لما منوصل بتعرفوا كل شيء. شو صاير؟ لك خلصوني، قلاص خطفت بنت صغيرة. كيف؟ شو هالحكي اللي عم تقولي؟ فضحتنا. طلعوا على الطريق بشرح لكم. جيبوا لنحطه بالصندوق. أمي اشربي شوية مي. صرتي أحسن؟ شو هالعملة اللي عملتيها هي؟ وجايبين بنت من دون علمي؟ تفه، انتو عن جد بلا أخلاق، يبعت لكم 100 حمى. بس أمي. اصحك تقلي أمي. مو قلنا هي البنت. هي البنت مو الكون؟ لمين؟ لفكري، جارنا اللي هون. شو هالغبا هاد يا بنت؟ انت ما فيكي مخ؟ انت عندك وقت تربي بنات العالم؟ لك امي لميس طلبت مني خليها هون لبين ما تنجح. روحي لشي، انت ما بتنفعي لشي. انا لازم روح. ايه؟ شو بدك تمشي؟ لانه انا اجيت مو هيك؟ شو هالحكي؟ الله يسامحك. اسمع لك مرتضى، بدك تكتب كتابك بس تتزوج انت وياها رسمي. ساعتا بتقدر تقلي امي انت ما بدك يا مرتضى. بشوفكن. يلا انا لازم روح. بالاذن امي، باي باي. مثل ما عم بقلكن، اخذت البنت وجابتها على البيت. ليلاس جنت يعني؟ شلون بتخطفها للبنت؟ شو بيعرفني، اسألها وقت بتوصل لعندها. ايه وشو رح يصير هلا؟ رحنا انا وبدر واشترينا فستان مثل اللي كانت لابسته لحتى ما يحسوا وقت نرجعها. قلت لحالي بجوز يكون هذا اكتر حل منطقي ممكن نعمله بهيك حاله.